نروح للسعودية ونطمن على فريق كرة اليد من النجم الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي. يا كابتن خالد، ازاي حضرتك؟ الإسلام، ازي حضرتك؟ أخبارك يا حبيبي، كله تمام؟ والله الحمد لله، أنا عارف كله طبعا إن تمام أنت متأثر ماشية. تماما بما يحدث هنا مع طبعا سيادة بس الوزير. عايز أقول لك بصراحة شديدة، اتفضل اتفضل. البعثة بصراحة شديدة، عندنا في تأثر تام بالموضوع، وفي دايما يعني كل الناس بتسأل على الوزير عمدي فاروق أخباره وصحته وكده، وطبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الغزالي بصراحة يعني بيورينا بالأخبار سريعا، يعني قاعدين هنا لكن في الاخر اكيد بنتابع الاحداث اللي بتحصل في 6 اكتوبر في المستشفى مع الوزير العمدي. نتمنى ليه الشفاء ونتمنى ليه الدعاء ونتمنى ان كل الناس تدعي له، وان شاء الله باذن الله يبقى الف سلامه. الموضوع صعب جدا، وبالذات ان انت يعني تعرف طبعا الوزير عمدي فاروق بالنسبه للنادي الاهلي والناس يعني مؤثره جدا جدا، فدي حاجه بنتمنى يعني نتمنى الشفاء العاجل يعني باذن الله. يا رب ان شاء الله، ويعني دعواتكم دائما يا كابتن خالد خلال هذه الفتره لانها أكيد فتره والله، صعبه، وان شاء الله أكيد والله، تعدي وان شاء الله بكره كلنا إن شاء يا الله رب تعدي نهدي له اي حاجه هتحصل بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن خالد. بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. بكره مباراه صعبه جدا مع واحد من ابطال العالم، يعني اذا قلت 3 فرق او من افضل 3 فرق في العالم هتتكلم على برشلونه. كيف تنظر لهذه المباراه وكيف ينظر الفريق النادي الاهلي لهذه المباراه؟ أكيد النادي الأهلي النهارده بيتطلع إن هو يعمل حاجة كويسة في بطولة العالم. نعم. والسنة اللي فاتت الحمد لله قدرنا نوصل لمربع الذهب، وكل الولاد وكل الجهاز هنا بيتمنى إن هو طبعا ماتش صعب جدا، بطل أفريقيا بيلعب بطل أوروبا، فيعني تطورات كتيرة جدا، لكن أعتقد إن الولاد عندنا مركزين والمدير الفني قادر يفتح مفتاح لعب برشلونة وبيتمرنوا عليها. عندنا طبعا أكيد مش بنحل حاجة، لكن أكيد في فترة قبل الاشتراك في بطولة العالم عندنا 9 لعيبة في منتخب مصر موجودين في منتخب مصر مع منتخب مصر، لكن طبعا ولادنا قد المباراة وقد الأحادي زي ما بيقولوا، وأعتقد بإذن الله بإذن الله ربنا إن شاء الله ركبنا بكرة في مباراة قوية جدا جدا مع بطل أوروبا. إحنا آخر مباراة قابلين برشلونة كانت في بطولة البوسطة من شهرين بالظبط، لسه كنت كان هكلمك. برشلونة كسبتنا 37-31، اعتقد المباراه كانت مفيده جدا جدا جدا. اكيد اسم برشلونه في العالم كره اليد اسم كبير او اسم في العالم كمان، لكن اعتقد برضه ان اسم النادي الاهلي في الهاندبول النهارده واسم ماتش في حته ثانيه، اعتقد ان شاء الله ولادنا يقدروا يجروا الماتش ويقدروا يعملوا ماتش كويس بكره، وباذن الله اتمنى انهم يحاولوا مفاجاه كبيره وباذن الله نعدي قبل النهائي باذن الله يا رب. المباراه السابقه وفرق دبل سكور تقريبا 38-20 في مباراة فريق النور، فريق جيد، واحد من الفرق الجيدة، عنده مجموعة لاعبين محترفين جيدين، ولكن استطاع الحقيقة فريق النادي الأهلي أن يفوز بهذا الفارق الكبير. ده هيؤثر أعتقد بشكل إيجابي على مباراة بكرة. أكيد دي حاجة إيجابية جدا بالنسبة لنا إن إحنا نبدأ بطولة العالم، فرقة بطولة العالم بتكون فرقة كبيرة كلها، فرقة كمان بتتعامل أربع محترفين بطولة العالم. فأكيد أكيد أكيد يعني هم الموضوع لما بدأوا الماتش بمعمور أكيد الموضوع اختلف، وأكيد كان بداية قوية جدا بفرق كبير من الأهداف، فرقة كبيرة طبعا وفرقة كانت بتلعب لغاية آخر ثانية في المباراة، لكن قدر فريق النادي الأهلي إن هو يخوض المباراة باتزان تام، لأن كان بقول لك لعيبة المنتخب جايين، فقدر الخواجة بصراحة يلعب ال 18 لعيبة أو 16 لعيب في الملعب، على الحمد لله يعني إن هو قدر يوصل له كده ويوصل له النتيجة دي. هدف كويس جدا، عدينا اول مرحله والولاد عارفه كده وداخلين على ثاني مرحله، وهي المرحله مش الخطره ولكن هي المرحله الصعبه. المرحله الصعبه دي اللي هي بتلعب بطل اوروبا بيلعب بطل افريقيا. طبعا لعيبه كبار، لعيبه معروفين، عندهم امكانيات كبيره، ما نقدرش نغفل اي حاجه، لكن احنا عارفين قدر المنافس، واعتقد ان المدير الفني عنده الطموح هو ولاعيبته ان هم يحققوا حاجه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي باذن الله بكره. اعتقد ان تم دراسة فريق برشلونة بشكل جيد، احنا لعبناهم من شهرين ولكن اعتقد الرسمي غير الودي. بص يا كابتن الاسلام، كانت مباراة مهمة جدا للاعبكم. في خبرات معينة بتتاخد جوه المباراة لما بتشوف اللعيبة دي وتبقى تلعب قدامهم غير ما تشوفهم في الفيديو او تشوفهم في التلفزيونات. طبعا طبعا. بتختلف. هي مباراة اتحطت لنا في الفاينل بطولة، كانت مهمة جدا مع لعيبة فيها خبرات كويسة، نقدر ان احنا نحلل خبراتنا زي ما بيقولوا، ويقدر لعيبه تشوف نفسها وتقيس نفسها جوه المباراه دي نفسها. فجوه اللعيبه دي بنفس الامكانيات بنفس اللعيبه بنفس كل حاجه. كويس؟ بنفس التيم، التيم ما اتغيرش ولا التيم عندنا اتغير ولا هم اتغيروا. صح. لكن هم في ماتشنا امبارح كلهم كانوا قاعدين يتفرجوا على تحليل كامل لماتش الاهلي.
يعني امبارح الجهاز الصف كامل جاي يتفرج على مباراه الاهلي والنوم في افتتاح البطوله قبل ما هم يلعبوا النهارده. ايوه لانها تعتبر المباراه الفيصل برضه خلي بالك. هي مباراه فيصل لان هو النهارده مباراه مهمه هي اللي بتعدي الدور قبل النهائي. صحيح. هو النهارده المباراه دي اللي يكسب يطلع الدور قبل النهائي واللي يخسر يلعب الخامس للثامن. بالظبط. هي مباراه مهمه للطرفين. مباراه مهمه للطرفين، مباراه التاريخ. اعتقد ان اولادنا بكره باذن الله يقدروا باذن الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نعدي. بعد مباراه مهمه جدا هيلعبوها من شهرين، ومباراه بيقول لك مؤثره جدا في الوقت ده ان هم يقدروا يشوفوا نفسهم كويس. واعتقد خواجة دارس الفرقه كويس وحط تعليماته كويس النهارده، وكان بياكد على كذا حاجه جوه الملعب، وان شاء الله باذن الله ولاد بيقدروا يعدوا بكره المباراه باذن الله. مباراه بكره مباراه حراس مرمى. صح. وهي الاهم في الموضوع، مباراه حراس مرمى، احنا بنقول النهارده حارس المرمى اللي بيشيل اكتر هو اللي بيكسب فرقته على بره. واعتقد ان اولادنا بكره باذن الله اذا كان طه او محمد ابراهيم اخر مباراه واخد احسن لعيب في المباراه. احسن لعيب في المباراه، صح. يقدروا باذن الله احسن لعيب في المباراه. اعتقد ان يقدروا يعدونا باذن الله باذن الله باذن الله ربنا كده يكرمنا. احنا بنلعب فرقه كلها نجوم العالم واحسن واخر عالم بيلعبوا قدامنا، لكن ان شاء الله اولادنا يقدروا ويقدروا يحققوا حاجه كويسه لناديهم ويقدروا يحققوا حاجه لجمهورهم باذن الله في ظل الاحداث اللي انت شايفها دي كلها. يا رب ربنا يوفقهم. بكره الماتش الساعه 7 بتوقيت السعوديه، 6 بتوقيت القاهره. باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على هذه المداخله، وطبعا مقدر جدا الحاله اللي حضراتكم فيها، ولكن ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره، وان شاء الله ان شاء الله يكون يا رب ربنا يكرمنا بكره وترجعوا بالف سلامه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، وتبقى الامور هنا كمان في مصر بقت افضل كتير جدا مع الوزير العمري فاروق.